السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ علوم دهما ما شاء الله. اليوم راح طبعا زي ما قلنا ما راح نطلع الحصان، ولكن بروح اكرر عليه من ناحية السرج والجام. مبارك ما شاء الله. تمام، بنروح للحصان الحين. عبده تكفى سرج والجام، بنروح للحصان الحلو ذا. طبعا اليوم بنخليه في غرفته، ولكن ندخل عنده نركب عليه الجام، نركب عليه السرج، نشوف وضعه. ما شاء الله، كيف حالك يا حلو؟ عجب عجب، شلونك؟ ما شاء الله متغير، ما انت خوينا. حتى الحصان ما شاء الله تبارك الله من ناحية هداء واموره من احسن ما يكون. بنركب عليه الحين الجام والسرج، وبعد كذا ان شاء الله راح اصور بعد شوي بعد عن القفز، شلون تعلم الخيل بداية القفز لين تتمكنها من القفز، سواء عربية انجليزية اللي يكون القفز. طبعا مهارة القفز عند الخيل تجريئها شيء حلو، تمام، وتزيد من ميزات الجواد بغض النظر عن نسبه هل هو مناسب للقفز او لا. الله يعطيك العافية. خلنا هذا هنا وركب الشيء الجام. بسم الله. قفل الباب. طبعا الحصان في المكان الرملي اموره تمام ما يتحسس، ولكن اذا جاء المكان قاسي او في حجر يتحسس. لكن احنا ما نبغى نستغل، ما نبغى نسرق نضيع الوقت ذا، نستغله من ناحيه تركيب الجام رشمه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، من احسن ما يكون. بالنسبه للاخوان اللي جالسين يتعلمون، اخوان اللي يتابعون من ناحيه العسل، ترى والله العظيم اي شيء نسويه في الحصان نصوره لكم. ليش؟ عشان تكونون معنا في الضبط. اي شيء نجي الحصان بدايتنا فيه لين النهايه بيكون ان شاء الله عن طريق تصوير كامل، عشان تاخذون فكره وايجاز كامل بالموضوع. ما شاء الله تبارك الله، الحصان ياخذ الشكيمه من احسن ما يكون. لا احتاجنا احد ولا قوينا الحصان، حتى الحصان هادي صارت اموره من احسن ما يكون. نرفع عنه بس المصراع عشان ما يدعس بيده ويتكي على الشكيمه وتوجعه. ما شاء الله طلعتني الدبابة، معلش. ورجي الدبابة. مشكلة، خلي العضة يلعب فيها، تأكد منها. سمع صوت الركبات في الباب. سلام. واخذ بالنسبة للموضوع. خلينا نشوف كذلك نفس طريقة اللبادة. طبعا يلقى ريحة الخيل الثانية فيها. الحواس كلها علي، انا بعد اكون حذر، يعني اوري الحصان من بعد انا منتبه لك. الموضوع شوف دائما سكون الحصان فجأة كذا قطع تنفسه، اعرف انه يفكر فيك، يفكر في الموضوع الاتنشن سواء انت جنبه او صوت او غيره. احيانا يعني ممكن تجي صفقة هناك او صهيل تلقى الخيل فجأة توجه وتسكت، تسمع وتركز.
انت في الحاله ذي زي الان حصان بدل ما مشغل شكيمه يعني ممكن ما تقلب منه، لكن دام سكت وهدى خذ حذرك من الحصان زي الان، لانه يعطي اتنشن عليك انت، انتباه عليك انت. زي ما قلت حركه الحصان ذي زي اللي قلت الان ها بدات تنفس. بس مجرد عشان تعود على الحزام طقه طقه واحده ولا ضيق عليه مره. ممتاز، تشوفون زين هذه الركابه نرفعها. لاحظ الحزام شلون، مو مشكله الحاله دي دامني انا منتبه له اقدر اتصرف اوخر معكوس الحزام خليه عادي ياخذ حريته من ناحيه اللهم صل وسلم محمد من ناحيه حريته على انه يشوف وش اللي انا قاعد اسويه. الاجزاء اللي ممكن دائما راح وقت تركيب السرج بيحطها جسمك يعني يدك تصقع فيها لازم يتعود الحصان فيها من الان. شدينا السلج مرة الحصان يتحرك، تعود على حركة السلج فوق ظهره ما شاء الله ما شاء الله. طب الحين بعد راح اشرح شلون تفك الشكيمة عنا عشان ما تجي مشكلة في الموضوع. تعال انا ما ابغى اعطي ضغط على الشكيمة ابدا. انا كنت مدينة بعد بس لا اكون جنب الحصان، اذا انا خفت اني يصقلني يعني بدل ما انك لو رحت هنا اعطيت فرصة اني بسقعك حسب طول رجله فانا الحق عليه. هنا ممكن ينقز ولكن ما تجيك صقلة قوية. يعني نرفز الحصان الحركة ذي شوي لأنها الصقعة تأثر على ظهر الحصان شوي، بس برضه طمنا بعدين ما في ما في ما في خوف من الموضوع. عبد الله طلع طلحة عشان نبدأ نعلم على القفز وشلون نبدأ معه. بس قاودة نبغى بس رشمة ومقود، ما نبي لا سرج ولا دم. ممتاز ممتاز، أنا منها الحين حصان عدى اداء حلو ما شاء الله. عبود ولا خالد بس تسوي. طبعا دائما العسايف تجي فيها مشكله وش هي؟ اللي هي فكه الشكيمه. الاغلب فك الشكيمه تبقى خصوم سلسله تبقى فم الحصان، فالحصان يشد وذاك يسحب تعلق تعلق تصير موقف سيء. انا الان شو اسوي؟ كيف افك الشكيمه من فمه من غير لا تترى الحصان ولا يرفع حتى راسه؟ انا احاول ما يرفع راسه، بس حتى لو رفع راسه احنا اللي نتصرف ثاني. اول حاجه يتكع الشكيمه تثبتها، يعني تاخذ مهمه الراسيه، نزل الراسيه بالشكل هذا حنيه على الحصان. ممتاز، هذا دليل ان التوتر راح. خلاص نزلت الراسيه ما اسح ما افك الخيل ولا اخليه يرفع راسه بالشكل ذا، ننزل نزول تمام، بحيث انه ايش ما تاثر على الحصان ولا يتوجع منها ولا حاجه ولا تصير له مشكله. ممتاز، عشان نعطيه حريه انه خلاص انتهينا الموضوع ما في حاجه. بنلاحظ الحصان هو بيجينا، شفت خلاص الحصان ما صار حتى يقلق منا ويخاف منا، وزي ما اول ما بدينا معي يروح الزاويه صار الحصان عرف ان ما بيننا وبينه خطر خلاص، مع اني انا اوديه ورا صار هو صار له فضول هو يجيني. تعال لاحظ صار
فضول عند الحصان انه يستكشف، ما عنده اي مشكله. يعني اول يوم ندخل عليه يروح للزاويه، ولكن الحين عادي نجي من عنده نجيه ما في اي مشكله. لاحظ الحصان معطينا تنشف، ولكن ما يقلق. لو كان الحصان زي اول ما كان حتى يجينا ويجلس، يصير عنده زي ما تقول فضول انه يجي ويشوف. لاحظ الحين في الزاوية صار الحصان عنده فضول، صار هو صار ما في خوف، ما في قلق، ما في ربكة، صار يجي ويستكشف. مثلا الآن أنا أحلى فرصة عندي، دي جولدن تشانس، أنا عندي فرصة ذهبية الحين إني استلطف الحصان. مثل ما جاني يلقى مني معاملة كويسة، إذا لقينا منه ها لعب زايد الحصان لازم يكون عليه حازمة جلمود شوي. ليش؟ لأنه مو مثل الأفراس والمهرات حساسة شوي، لكن الحصان لا، يعني يحتاج له جلافة شوي، ولكن ما يبمر اللي تكرهك الحصان، ولكن بس تعطيه تعامل أنك أنت اللي باقي موجود سيد. يعطيك العافية يا عبدو، وثانك يو، شكرا خالد.